إلى أي مدى يعني ستؤثر أو سيؤثر ما يجري في غزة على مسار التطبيع الذي قيل بالأساس أنه ربما ما حصل في غزة هو لكبح جماح بعض الدول العربية التي جنحت ربما إلى ليس فقط إلى التطبيع، إلى ما بعد التطبيع. ما رأيكم في هذا الأمر، وهل فعلا سيكون الحل الوحيد لما يجري هو عودة وضع حل الدولتين على الطاولة؟ طبعا يعني هذا الحل الذي ولد في بيروت وفي قمة بيروت عمليا. يعني يسلم تمك على كلمة جنحت، عجبتني كثير والله. يعني هيك إنه فعلا هذولا جنحوا للتطبيع. هذولا للأسف لا يقرأوا، ما عندهم خبراء استراتيجيين، ما عندهم ناس بيعرفوا المقاومة، ولا عندهم ناس بيعرفوا إسرائيل. هم اعتقدوا بأن إسرائيل تحميهم. إسرائيل مش حامي نفسها. إسرائيل الآن شفنا وين القبب الحديدية، وين مقلاع داود، وين منظومة الثاد، وينها راحت هاي، وين الغطرسة الإسرائيلية هاي إنه إحنا أقوى جيش في المنطقة وأقوى ديمقراطية، وين راحت؟ كل هذا راح. هذولا مخدوعين، عرب مرعوبين، عرب يعني آمنوا إنه إسرائيل هي الحامية لهم، وهذه كلها حسابات خاطئة. سقطت كل اتفاقات التطبيع القديم منها والجديد، كله سقط. الآن في مرحلة جديدة، وهذه مرحلة حقيقة تعكس الحقيقة العربية، الصدق العربي، الشعوب العربية، الأجيال العربية. هذه الأجيال اللي الآن أصبحت تغير المعادلات، سواء كانت في الجيوش، سواء كانت في أجهزة الأمن، سواء كانت على التواصل الاجتماعي، تتغير. اللي حيتغيروا هم الأنظمة، هذه الأنظمة ستتغير، والله ستتغير. زي ما غيروا الأنظمة في أفريقيا، والله سيغيروها في المنطقة العربية. فهاي البداية، ما يجري حاليا هو البداية. الشارع العربي كله، المواطن العربي كلهم ضد اتفاقيات التطبيع هاي، وحتى تعيين التطبيع خجلانين من حالهم، راحوا نزلوا رجعوا في جحورهم. لكن الآن اللي في الواجهة هم الذين يدافعون عن كرامة هذه الأمة وعزتها وعن هذه العقيدة. وهذه حرب ستتوسع، وهذه حرب ستطول، وكلما توسعت أو طالت لن تكون لا في مصلحة أمريكا ولا في مصلحة العدو الإسرائيلي. في بس ثلاث مؤشرات بدي أقول لك عليهم. المؤشر الأول هذا هو الصاروخ الذي وصل إلى تل أبيب وأثبت أنه صاروخ دقيق جدا. الأمر الثاني، هاي الهجمات اللي الآن تستهدف القواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا. هذا تطور مهم جدا. الآن لسه يا ست سمر الله يخليك، لسه الأمور بأولياتها، لسه بدينا إحنا. والهجوم على قاعدة في على قاعدة التجسس الأكبر في إريتريا الإسرائيلي. وطبعا وهذه في مين اللي عملها؟ أرخبيل، هذا البحر الأحمر، جزر إسرائيل تأجرت ثلاث جزر ووضعت فيها قواعد وطيارات مسيرة على أساس أنه مرتاحة. يا ستي حتى الآن ما كشفوا ولا حكوا. يعني لما بيسكتوا الإسرائيليين معنى ذلك أنهم مهزومين، معنى ذلك أنهم خسرانين. فهاي الجزر يعني استطاعوا، وأنا لا أستبعد أنه يكون مثلا يعني شقانا في اليمن، هذا اليمن الصامت، أنه يكونوا هم اللي قاموا بهذه العملية. وكمان أطلقوا صواريخ من نوع فتاح على إيلات واعترضتها اللي هي السفن البحرية الأمريكية. والأيام جاية يعني هذه إشارات على أنه الجميع صاحي واليد على زينات، كما قال عبد اللهيان بأن كل محور المقاومة يده على الزينات، ويعني ينتظر الإشارة والحاجة في هذا الأمر. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم إلكترونية، شاركتنا مباشرة وحدثتنا من لندن. أهلا وسهلا بك، وسيكون لنا جولات لاحقة معك. أهلا بك أستاذ عبد الباري. مشاهدينا، رئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال موجود بدار الفتوى، واجتمع إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.